معكم الطالبة هي عبد الحكيم حيحي من فلسطين، سنة تانية طب بشري جامعة المنصورة. من أهم المعايير اللي اعتمدت عليها في اختيار جامعة هي أنها تدعم تخصصي الطب والجراحة العامة. جامعة المنصورة ضمنت لي استراتيجيات تعليمية ومنهج دراسي عالمي، إضافة إلى الإمكانيات المادية الطبية من أجهزة، معدات، تقنيات، معامل، أماكن تدريب، ابتداء من مستشفى الجامعة الرئيس الضخم، مستشفى الأطفال، مستشفى البطن التخصصي، إضافة إلى العدد الكبير من المراكز الطبية منها مركز الأورام، مركز أمراض الكلى والمسالك البولية وغيرها، وكلهم ضخمات. إضافة إلى المتابعة المستمرة للوافدين من قبل إدارة الوافدين، دعمهم المستمر لنا في جميع الاحتفالات، جميع المناسبات. إضافة إلى أن جامعة المنصورة فيها 18 كلية، في أماكن تدريب طبية متاح لنا كطلبة نتدرب فيها نكتسب مهارات، ما كنت رح أفوت فرصة الانتساب لجامعة المنصورة. السلام عليكم، يعطيكم العافية. أنا محمد باسم حياصات، ممثل الجالية الأردنية في جامعة المنصورة وطالب في كلية طب الأسنان. نحن كطلبة أردنيين كلنا فخر واعتزاز كوننا جزء من هذا الصرح العلمي الكبير لما له من مكانة علمية وثقافية مرموقة. أما عن تجربتي في الدراسة في كلية طب الأسنان فهي كلية مميزة ومجهزة بأحدث المعدات والموجودة في العيادات الخارجية للجامعة، والتي توفر التعامل المباشر مع المرضى وتؤهلهم إلى الحياة العملية. أهلا زمايلي، أنا حسان محمد إسماعيل من جمهورية باكستان الإسلامية، سنة رابعة طب المنصورة. الحقيقة يسرني جدا أن أتحدث عن جامعة عريقة مثل جامعة المنصورة. جامعة المنصورة هي ليست مكانا للدراسة فقط، بل هي مزيج من الدراسة والترفيه وقضاء الوقت الممتع. جامعتي تمتاز بتقديم وتسهيل إجراءات التقديم إلكترونيا وتوفير السكن الطلاب للطلاب، أيضا تقديم الرعاية الصحية الأولية مجانا للطلاب، ولا ننسى دور نادي الوافدين الذي يكمن في دعم الأنشطة المختلفة مثل الاجتماعية والرياضية والثقافية، وتوفير الرحلات السياحية والترفيهية لتقليل غربة الطالب وليكون خير سفير لبلاده. لنا لقاء قريب إن شاء الله في اللقاء التعريفي للطلبة الوافدين من جميع الجنسيات. ولا لقاء قريب في اليوم التعريفي لجامعة المنصورة. نلقاكم قريبا في اللقاء التعريفي للطلاب الوافدين. بالاختلاف حاصل وصوتك ليا كان واصل، ورغم البعد ما بيننا هنفضل برضه نتواصل.